رقية تنقسم إلى قسمين، رقية شرعية مشروعة ورقية شركية ممنوعة. رقية تيني اللي منعت مانجي مان ما 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 تيو كرنات ما جيم تاندو وبوغرينيا ديريو مكونغو إن رقية شرعية مار إسلام ومتشيلو إن رقية متي ممراج كاي يورجو. الرقية الشرعية لابد فيها من شروط. كتي مرقية يوم الشرعية يوم بير مار إسلام أنتي رجي لازمة أنجي ميسيل نمونك ما تمتيني. الشرط الأول أن تكون الرقية بالقرآن، كان يقرأ الفاتحة. لازم مكونغو نيكاتي تشاكس نيكي سجينة مكونغو مانكاكي سومو سورة الفاتحة كاين سوالا. أو بالسنة كان يقول مثلا أعوذ بكلمات الله. كاو كما نتشاكي تشاكي سنة كاكن غاتوني لو أتوني أعوذ بكلمات الله. أو من باب الدعاء بأسماء الله وصفاته يقول يا رحمن ارحمني. كاو كمان تشاكي واتشوني نسائي مبين مانا كاكين يلواتشوني يا رحمن يا رحيم. الشرط الثاني شريع مراريو أن تكون الرقية باللغة العربية. رقية موندو بيد رقية مبير نياكاتيمة يبوكي عرب. لا يوجد عندنا رقية باللغة الجلوية باللغة السواحلية باللغة الإنجليزية. ومي رقية متي موجودة لو كاتا متي موجودة دوك ماركي سويني. وأن تكون بكلام مفهوم معلوم مسموع، يعني لابد إذا أردت أقرأ عليك أقرأ بصوت مرتفع. Nyako bere ni en gimi timo gi dhok mowinjore gi weche ma mawinjore weche man gi tiendgi. Wa nafham al kalam alladhi yani yaqul al raqi lanna mumkin yatamtim hakadha qala hakadha aw yatakallam kalam la nafham. Na'am. Ok nyal bedo maber kapo noni ngat masome wacho gik moko ma ok winjore, yani orodho orodha wach ma ok winjore, nyako wacho wach mawinjore maler. Ash-shart ath-thalith wal akhir. شريعة مارا ديت كنو مجيك أن نعتقد أن الرقية سبب نياك وبيدك وينجو كنو وانيو نرقية إيسو مجي سبب مالو والذي بيدي جلب المنافع ودفع المضار هو الله سبحانه وتعالى كنو وبيدك وانيو نيكو سيسوم رقية نمانيا نقول شيدا منتيري ناتو هنبوت نساي أوك نات مسومونو. إذا توفرت هذه الشروط الثلاثة كانت الرقية صحيحة وإلا منعنا منها أكانت شركية. كابو نونو ني إلو شريعة ديكي ميتي مو رقية مبير بس إن رقية مو ما شريو ييغو لكن كي كوزو تي مما إن رقية مو سريو ييغو.